الإخبارية السورية تواكب لحظات وصول الجيش إلى الحدود العراقية ورفع العلم السوري عند الساتر الترابي. وثيقة تكشف تورط النظام القطري في إرسال الإرهابيين إلى سوريا والعراق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وتغلق أبواب الأقصى المبارك. السلام عليكم مشاهدينا، نحييكم أينما كنتم إلى هذه الساعة الإخبارية. الإخبارية السورية تواكب لحظات وصول الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية ورفع العلم السوري عند الساتر الترابي، حيث كانت الإخبارية القناة الوحيدة التي واكبت العملية العسكرية وتثبيت القوات عند الحدود. مفاد الإخبارية ربيع عديبة والتفاصيل. عبر البادية المترامية الأطراف نرافق وحدات الجيش العربي السوري في طريقه نحو الحدود العراقية السورية. 20,000 كيلومتر مربع استعادها الجيش في المرحلة الأولى من عملية فجر الكبرى، عملية استمرت لأكثر من شهر ونصف. تمكن خلالها الجيش من تحقيق السيطرة على ما يقدر ب40% من مساحة البادية وعزل التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري عن الحدود ومنع داعش الإرهابي من الوصول إلى الداخل السوري نهائيا. عبر هذا الطريق تقدم الجيش من نقطة ظاظة باتجاه معبر التنف. بداية التوجه للحدود كانت الأعقد، فمع كل تقدم للجيش وانسحاب للإرهابيين كان التحالف الأمريكي يتدخل لعرقلة الحرب على الإرهاب عبر المناشير أو توجيه الغارات الجوية لوحدات الجيش المتقدمة. مع وصول القوات إلى أقرب نقطة للحدود على طريق التنف، كان الجيش من محور آخر يخطط لتنفيذ أكبر عملية التفاف تصل الحدود العراقية بالسورية. مع وحدات الجيش تقدمنا عبر الطريق الترابي الذي تم شقه باتجاه الحدود العراقية. عملية المسير في نطاق ضيق يمتد عرضا بحدود 30 كيلومتر وأكثر من 40 كيلومتر طولا في بادية مفتوحة لها محاذيرها. الأعداء على كثرتهم انسحبوا تحت وقع ضربات الجيش وزحف جنده إلى الحدود العراقية. عند الساتر الترابي على الحدود تصل الإخبارية كأول وسيلة إعلامية إلى هذه النقطة. عند الحدود السورية العراقية هنا أول نقطة في أبطال الجيش عند هذا الساتر الترابي. ترون معي في الصورة نقاط الرصد لعناصر الجيش العربي السوري أيضا عند هذا الساتر الترابي. طبعا يذكر أن السيطرة على هذه النقاط تعتبر نهاية فاعلية معبر التنف والتسلل من جهة الحدود الأردنية. هنا يحتفي جنود الجيش بهذا الإنجاز، بينما تقوم وحدات أخرى بتثبيت وتدشيم مواقعها عند الحدود العراقية السورية، معلنة قرب فتح الطريق البري الواصل بين أشقاء المصير والحرب على الإرهاب في دمشق وبغداد. من الحدود العراقية السورية، ربيع ديب عدنان جمعة، الإخبارية السورية.
وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش الإرهابي بمحيط البانوراما في دير الزور ومحيط جبل الثردة، ما أدى لمقتل أكثر من 40 إرهابيا وإصابة عدد آخر. المشهد الميداني في التقرير التالي. خطوات كبيرة ينجزها الجيش العربي السوري على درب تطهير الأرض من دنس الإرهاب، تحول استراتيجي تمثل في سيطرة الجيش والحلفاء على مساحات واسعة في البادية السورية ووصولهم إلى الحدود العراقية. إنجاز المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية السورية وتمكن القوات من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف تحقق بعد السيطرة على عدد كبير من المواقع والنقاط الاستراتيجية في عمق البادية بمساحة 20,000 كيلومتر مربع منذ بدء العمليات بعد القضاء على المئات من تنظيم داعش الإرهابي. الإنجاز في البادية والذي يشكل قاعدة انطلاق لتوسيع العمليات في المنطقة يضيق الخناق على ما تبقى من مجموعات داعش الإرهابية ويقطع خطوط إمداد التنظيم على أكثر من اتجاه. وفي محور شمال شرق تدمر، وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة سيطرت على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط آرك للغاز بعد تكبيد إرهابي داعش خسائر بالأفراد والعتاد. عمليات تستمر على أكثر من محور في دير الزور، دمرت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لداعش في محيط منطقة البانوراما وكازية الإيمان والثردة ومفرق الثردة وتلة علوش وحي العرفي وقرية جنينة. استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السفيرة الإيرانية في دمشق جواد تركبادي وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في القطاعات الاقتصادية. وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لسوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وتقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري، معتبرا أن التحدي الأكبر هو الحرب الاقتصادية على الشعب السوري، ما يتطلب تطوير العلاقات على مستوى متقدم في جميع المجالات. من جانبه أوضح السفير تركبادي أن العلاقات بين سوريا وإيران مثال يحتذى للعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الدول ذات المصير المشترك، معتبرا أن وقوف إيران إلى جانب سوريا يعني الوقوف إلى جانب قضيتنا المشتركة التي تمثل الحق. كتاب أمريكيون يؤكدون دعم النظامين السعودي والقطري للتنظيمات الإرهابية في سوريا وغيرها من دول المنطقة، فيما الدول الغربية تغض الطرف عن تلك الحقائق لتحقيق مصالحها في المنطقة. في ظل اتساع الفجوة بين النظامين السعودي والقطري حول الاتهامات المتبادلة بينهما حول الأدوار التخريبية التي ينفذونها في دول المنطقة، تتواصل التصريحات الغربية التي تؤكد أن النظامين أبعد ما يكونان عن البراءة في دعمهما التنظيمات الإرهابية. الكاتب الأمريكي جوشوا بلوك أكد أن النظام القطري يدعم الإرهاب منذ سنوات طويلة وقدم للتنظيمات التكفيرية المختلفة في سوريا نحو 3 مليارات دولار كدعم مادي مباشر، فضلا عن دعمه اللوجستي والسياسي، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع الغرب الذي يدعي مكافحته للآفة الإرهابية. مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ذكر فيها الكاتب جوشوا أن النظام القطري وطد نفسه ليكون من أكبر داعمي ما يسمى الربيع العربي. من جهته الكاتب الأمريكي فريد زكريا أكد أن النظامين السعودي والقطري وهابيان يتفقان في دعم وتمويل الإرهابيين في سوريا وغيرها رغم الخلافات الجيوسياسية التي ظهرت بينهما. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أوضح الكاتب الأمريكي أن النظام القطري دعم تيارات متطرفة كما فعل النظام السعودي، وكلاهما قائمان على الفكر الوهابي، دعاة متطرفون قاموا بدعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا وبلدان أخرى.
وثيقة صادرة عن سفارة النظام القطري في العاصمة الليبية طرابلس تؤكد أن نظام الدوحة تمكن من تجهيز 2800 مقاتل من شتى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية في العراق، إضافة إلى نقل إرهابيين آخرين ليقاتلوا مع المجموعات التكفيرية في سوريا. جيانا مرشد والتفاصيل. خلافات الدول الخليجية ولا سيما بين النظامين القطري والوهابي باتت تظهر للعلن تورط ودعم حكومات الخليج للإرهاب في عدد من دول الوطن العربي. وثيقة صادرة عن سفارة النظام القطري كشفت في العاصمة الليبية طرابلس عن قيام قطر بتجهيز وإرسال نحو 1800 إرهابي من شتى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية في العراق. مصادر إعلامية عراقية كشفت أن المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أشار إلى تمكن أجهزة الأمن التابعة للجيش من الحصول على الوثيقة، معتبرا أنها دليل واضح وجلي على تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب. قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد الشهر الماضي أن نظام قطر يدعم الإرهاب في بلاده وتقوم بتدريب عناصر من الميليشيات المسلحة في ليبيا. على الخط نفسه، مصادر أمنية ليبية كشفت أن متزعم أحد التنظيمات الإرهابية في ليبيا المدعو عبد الحكيم بالحاج تمكن من نقل أكثر من 3000 إرهابي بين سوريا وليبيا منذ عام 2015 عبر الأراضي التركية. المصادر قالت إن بالحاج المقرب من نظام الدوحة افتتح شركة طيران خاصة به تحت اسم الأجنحة الليبية لتبدأ رحلاتها إلى اسطنبول التركية منذ أيلول 2015 لتصل إلى 3 رحلات أسبوعيا. مع ظهور الخلافات الخليجية بدأت أحجار الدومينو بالتساقط، وبدأت تتكشف معها حقائق تورط الخليج في دعم وتمويل الإرهاب والإرهابيين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم شقيقان وفتى خلال اقتحامها ومداهمتها عددا من المنازل في بلدة صوريف ومخيم العروب والبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية أثناء توجهه إلى أرضه. عمدت شرطة الاحتلال الصهيوني على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الدخول أو الخروج منه بحجج واهية، ما سيزيد التوتر في المدينة المقدسة التي يحاول الاحتلال والمستوطنون تحويلها إلى سجن كبير. أغلقت شرطة الاحتلال الصهيوني أبواب المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول أو الخروج منه، وذلك بحجة إلقاء حجارة على المستوطنين المقتحمين للأقصى. وأعلنت شرطة الاحتلال أن أبواب الأقصى ستبقى مغلقة حتى اعتقال من تتهمهم بإلقاء الحجارة على المستوطنين خلال اقتحامهم. وردا على انتهاكات الاحتلال بحق مدينة القدس، أدانت فعاليات فلسطينية إغلاق سلطات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى المبارك ومنع الرجال دون سن 40 من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة والوصول إلى الأقصى المبارك للصلاة فيه. هذه الإجراءات تفند ما قاله رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو وما يدعيه ليلا نهارا أن مدينة القدس مدينة مفتوحة يمارس فيها أتباع الديانات السماوية الثلاثة حريتهم في الوصول إلى أماكن العبادة. إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين تؤكد أن مدينة القدس المحتلة ليست مفتوحة أبداً، وتحديداً في وجه المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض والمقدسات، كما أن إجراءات الاحتلال بإعاقة دخول الفلسطينيين ليست بجديدة، وادعاءات نتنياهو حول حرية الحركة والتحرك في المدينة المقدسة أيضاً هي مجرد كذب وافتراء على الرأي العام العالمي، ذلك بحكم الإغلاقات المستمرة لأحياء المدينة المقدسة والتنكيل بالمواطنين المقدسيين والمداهمات والاعتقالات التي أصبحت سمة يومية
لحياة الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة. هذه الساعة مستمرة معكم مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. فصل قصير ونعود للمتابعة، ابقوا معنا. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. شهداء وجرحى جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. غارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء. أهلا بكم من جديد. ما زال قطع العلاقات والحصار الخليجي المفروض على النظام القطري يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى. خلف هذه الصورة حيكت المكائد ودبرت الأفخاخ كي يتصدر كل عضو من أعضاء هذا المجلس المشهد السياسي كتابع أول للولايات المتحدة الأمريكية. فقد آن الأوان كي تلدغ الأفعى نفسها. الإعلام التابع للنظامين المتصارعين فتح نيرانه دون حدود ليكشف عن أحقاد دفينة لطالما حاول إخفاءها. شخصيات متطرفة من دول عربية مختلفة أعلنت تأييدها لقطر بعد قطع دول خليجية وعربية لعلاقاتها الدبلوماسية معها. السمة المشتركة بين هؤلاء أنهم جميعا كانوا يتلقون الدعم المالي والإعلامي من الدوحة. ورغم أن اتهامات النظام السعودي ومن في صفه للنظام القطري بدعم الإرهاب
لا تنفي عن الأول تورطه بتمويله، إلا أن ما نتج من قطع للعلاقات والحصار الخليجي على النظام القطري ما زال يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى. وسائل التواصل الاجتماعي كانت كفيلة خلال أيام الحرب الخليجية الشعواء المستمرة بإظهار جوانب من ما يعانيه رعاية الدول الخليجية المتنازعة. وجديدها مقطع فيديو لسيارة محطمة تعرضت لحادث كبير في السعودية، وقد كانت هذه السيارة متوجهة من الرياض باتجاه مركز الدوحة، حيث رفض السعوديون استقبال القطري أو مساعدته. وفي حادثة أخرى، لم يتمكن أفراد أسرة مواطن سعودي دفن في قطر من حضور مراسم دفنه بعد منعهم من قبل سلطات النظام السعودي. سياسات دول الخليج الداعمة للإرهاب لم تصدر لبلادهم الإرهابيين وتجعلها عرضة لأي عملية من هذا النوع فقط، بل كانت وبالا على رعاياها. ففي هذه الدائرة الخليجية يعيش السكان متخبطين بقرارات حكامهم. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل من أن الأزمة بين ممالك ومشيخات الخليج من جهة ومشيخات قطر من جهة أخرى قد تقود إلى حرب. الوزير الألماني قال أن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع وزرائه من السعودية وقطر وتركيا، وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت، أوصلته إلى هذه المخاوف. ارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. كلما ضاق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي يلجأ إلى التفجيرات داخل المدن والأحياء الأمنة كردا على هزائمه المتتالية. تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد ارتقى خلاله شهيدان وأصيب آخرون. قائم مقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخضران أكد أن حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري قرب حاجز أمني على طريق كركوك بغداد في منطقة الصفرة شمال بعقوبة بلغت شهيدين وثلاثة جرحى بينهم موظفون حكوميون، وكان 20 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 21 آخرون قبل أيام لدى قيام إرهابي انتحاري بتفجير نفسه عند مدخل سوق المسيب الكبير شمال محافظة بابل. انتصارات الجيش العراقي في الشمال وتقدم الجيش السوري لتطهير المناطق الحدودية جعل التنظيمات التكفيرية تلجأ إلى ترهيب المدنيين عبر تفجيرات انتحارية تودي بحياة الأبرياء. الإرهاب في العراق وسوريا لن يكف عن جرائمه ما لم يستكمل الجيشان السوري والعراقي تطهير كامل المدن والقرى والحدود بين البلدين من جميع التنظيمات الإرهابية، ناهيك عن التنسيق والتعاون بين جميع القوى التي تحارب داعش فعليا على الأرض. ونبقى في العراق حيث تتسع المساحات التي يسيطر عليها الجيش العراقي في الموصل ومحيطها، وبعد تحرير حي الزنجيلي تتجه الأنظار إلى البلدة القديمة إضافة إلى جهود لتحرير ما تبقى من محيط الموصل لا سيما قضاء تل عفر من إرهابي داعش. في إطار العملية العسكرية الرامية إلى طرد تنظيم داعش الإرهابي من ثاني أكبر المدن العراقية، استطاعت قوات الحشد الشعبي فرض سيطرتها على كامل منطقة غرب الموصل باستثناء قضاء تل عفر المعقل الأخير للتنظيم باتجاه الحدود السورية. قضاء تل عفر الذي يعد أحد المعاقل المهمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى يشغل حيزا استراتيجيا حيويا في عمليات التنظيم، كونه يربط بين الموصل التي اتخذها معقلا له ومناطق وجوده في سوريا وخاصة في الرقة. وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء العراقي أن معركة تحرير تل عفر والأحواج ستنطلق قريبا، مشيرا إلى أن العراق وصل إلى الأشواط الأخيرة لتحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. الموعد الرسمي لتحرير تل عفر وإن لم يكن معلوما بعد، إلا أن وحدات عسكرية مدعومة بغطاء جوي بدأت عملية واسعة في محيط المدينة
استعادت عن طريقها 7 قرى بمحاذاة سلسلة جبال عطشانة، وذلك بحسب قائد عمليات نينوى عبد الأمير يار الله. هذه العمليات تجري بالتوازي مع هجوم تشنه قطاعات عسكرية لاستعادة ناحية المحلبية شرقي القضاء، التي ستمكن الجيش من عزل عناصر تنظيم داعش الإرهابي المنتشرين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل عن قواعده في تل عفر. في اليمن، غارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، والجيش واللجان الشعبية ترد على العدوان بضرب مرتزقة النظام السعودي في نهم والجوف وجيزان وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم. قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في غارات لطائرات النظام السعودي على مناطق يمنية عدة. مصدر عسكري يمني أكد أن 3 أطفال وامرأة قتلوا وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منزلهم في شارع 50 بأمانة العاصمة صنعاء، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارة استهدفت سيارة في طريق اليتمى بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. رداً على استمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي المروعة بحق المدنيين اليمنيين، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً على المرتزقة في نهم والجوف. تكبد العدو خلالها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد من خلال استهداف مواقع مرتزقة النظام السعودي في جبل فاطم والتباب المجاورة بحريب، ما أدى إلى وقوع عدد كبير بين قتيل ومصاب. وفي السياق ذاته، نفذ الجيش واللجان هجوما خاطفا على دشم مرتزقة العدوان في الخنجر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وضمن عمليات الرد والردع، أكد مصدر عسكري يمني مصرع قائد لواء ضمن عشرات القتلى من مرتزقة النظام السعودي خلال إحباط محاولة تقدمهم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. المصدر العسكري أشار إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية اليمنية استهدفت مواقع قوات النظام السعودي ومرتزقته شرق وغرب بوابة الموسم بجيزان، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، وتم تدمير آلية تابعة للمرتزقة في منطقة الصفراء بمحافظة شبوة وأخرى بمن فيها بوادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب. إلى المغرب، حيث تتصاعد الأزمة في الحسيمة مع توقيف الشرطة عددا من المحتجين في بلدة أمزورين بإقليم الحسيمة الذي يشكل مركز احتجاجات شعبية تهز منطقة الريف في شمال البلاد منذ 7 أشهر. منذ 7 أشهر أصوات نادت بالانتباه إلى وضع الحسيمة التي تعد أهم الحواضر الكبيرة الاستراتيجية، لكنها تعاني تهميشا اقتصاديا واجتماعيا. منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الأول من العام الماضي دهسا تحت شاحنة نفايات عندما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، واعتقال السلطات قائد حركة الاحتجاج الشعبي ضد سياسات النظام المغربي الاقتصادية والاجتماعية ناصر زفزافي، فأصبحت الحسيمة مركز حراك شعبي وتشهد مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. آخر حوادث المواجهات إيقاف شرطة النظام المغربية عددا من المحتجين في بلدة أمزورين الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق الحسيمة، لتتصاعد فصول الأزمة بين الشرطة والمتظاهرين. مصدر في المجلس التنفيذي المحلي أكد حصول 3 توقيفات، بينما أكد مسؤول محلي آخر توقيف 6 أشخاص، 3 في مدينة الحسيمة و3 آخرين في مناطق مجاورة. وتحاول الشرطة قمع الاحتجاج عبر نشر 50 عربة في المدينة بهدف كسر إرادة المحتجين الذين تنحصر مطالبهم بتحسين الخدمات، وهي مطالب شرعية ومحقة. ونتيجة تأجيج الأوضاع كل يوم، ترى وسائل إعلام مغربية أنه لابد للسلطات من إيجاد مقاربة جديدة بخلاف المقاربة الأمنية لأزمة الاحتجاجات بالحسيمة، خوفا من امتداد الاحتجاجات. في المغرب أيضا، شرعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية بحشد أنصارها لتنظيم حملتين احتجاجية يصفها القائمون عليها بالعارمة، وذلك في العاصمة الرباط دعما لحراك الريف المغربي. بتول حسين والتفاصيل. يواجه النظام المغربي قلاقل واضطرابات منذ أشهر عدة استمرارا للاحتجاجات في مدينة الحسيمة
شمال المغرب والتي يقودها زعيم الحراك ناصر الزفزفاني. الحراك لم يقتصر على الحسيمة أو الريف المغربي، فعلى ما يبدو أنه سيمتد إلى عقر دار النظام المغربي الرباط، بعد أن دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية أنصارها إلى التظاهرات دعماً لحراك الريف المغربي. حشد العدل والإحسان يتزامن مع إعلان فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم 3 أحزاب مضادة في إيديولوجيتها لفكر العدل والإحسان، عن نيتها جمع مناصريها والخروج إلى الشارع وسط مخاوف من صدامات بين الجانبين نظراً للعداء التاريخي بينهما ومواجهات الجامعات التي لم ينسها المغاربة بعد. فيدرالية اليسار الديمقراطي أكدت أن حملتها سوف تقتصر على التنديد بقمع المتظاهرين السلميين، ولا سيما في مدينة الحسيمة، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. لكن وسائل إعلام مغربية معارضة تحدثت عن نية بعض النقابات والجمعيات بما فيها بعض المنظمات المحظورة في المغرب الالتحاق بالمظاهرات والاحتجاجات. مراقبون ومتابعون للشأن المغربي يرون أن حملة الاحتجاجات المنتظرة في الرباط سوف تمثل فرصة لا تعوض للحركات الإسلامية لاستعراض قوتها في الشارع، مستثمرة الامتعاض الشعبي وحراك الريف، ما يطرح تساؤلات عن قدرة النظام المغربي على احتواء التظاهرات التي قد تعم البلاد برمتها. نتواصل معكم مشاهدينا وفيها. طهران تدعو إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. مزيد من الأخبار بعد الفاصل، ابقوا معنا. طهران تدعو إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. المعارضة التركية تطالب نظام أردوغان بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من البلاد. فوز حزب ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في كامل الأقاليم الفرنسية.
أهلا بكم من جديد. دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام آية الله علي خامنئي خلال لقائه حشدا من الشعراء والأدباء في طهران إلى إيصال حقيقة ما يجري من أحداث في سوريا والعراق إلى الناس. خامنئي قال إن الولايات المتحدة منيت بالهزيمة في العراق وأن الكثير من الناس لا يعرفون الهدف الذي دخلت من أجله إلى هذا البلد، داعيا إلى فضح الممارسات الغربية أو الغريبة عن مجتمعات المنطقة مثل رقصة سيف الجاهلية الحديثة إلى جانب الجاهلية القبلية. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تعاون دول منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الإرهاب. وقال ظريف خلال لقائه وزير المالية النمساوي هاينس يورغ شيلينغ أن الإرهاب التكفيري يهدد جميع دول المنطقة ولا بد من التعاون الجماعي للتصدي له من جانب الدول كلها. من جانبه أعرب الوزير النمساوي عن أسفه البالغ إزاء الاعتداءين الإرهابيين الأخيرين اللذين وقعا في طهران يوم الأربعاء الماضي، مشددا على أن الإرهاب هو مشكلة كل مناطق العالم ويبعث على الكثير من القلق لجميع الدول. ونبقى في إيران، حيث اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 6 أشخاص في محافظة كردستان غرب إيران على صلة بالاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الأسبوع الماضي. رئيس عدلية محافظة كردستان قال إن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال حاليا وما زال عدد آخر قيد الملاحقة. علاقة العدالة والتنمية بالإخوان علاقة أيديولوجية لا سياسية. المعارضة التركية تطالب النظام الحاكم بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من تركيا، وآخرون يطالبون أردوغان بإرسال ابنه بلال إلى قطر إن كان يخشى على تميم إلى هذا الحد. أسامة شحوت. الاصطفاف التركي مع قطر وقرار أنقرة بإرسال جنودا إلى الدوحة لا ينبع من أي حسابات سياسية، بل نابع من حسابات أيديولوجية بحتة. حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا هو فرع من جماعة الإخوان التي تأويها قطر، ورغم مطالبة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الحكومة التركية بطرد أفراد جماعة الإخوان الموجودين داخل تركيا وقطع العلاقات مع هذا التنظيم الإرهابي مباشرة، محذرا من الوضع الذي ستزج فيه تركيا حال امتناع السلطات التركية عن اتخاذ هذه الخطوة. إعلان النظام الحاكم في تركيا نيته إرسال جنود أتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة لحماية تميم وعائلته حسب القرار الذي مرره البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، دفع المعارضة التركية للتحرك والوقوف في وجه هذه الخطوة المبنية على اعتبارات أيديولوجية، مطالبين أردوغان بإرسال أبنائه إلى قطر إن كان يخشى عليها إلى هذه الدرجة. النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض علي حيدر حقفردي وفي كلمة له في البرلمان بشأن قرار إرسال قوات عسكرية إلى قطر أشار إلى أداء أحد أبناء أردوغان الخدمة العسكرية لمدة 3 أشهر فقط، في حين لم يؤدي نجله الآخر بلال الخدمة العسكرية أصلاً، متسائلاً ما إذا كان أردوغان سيرسل نجله بلال إلى قطر أسوة ببقية أبناء الشعب التركي. قال مسؤولون في الشرطة ومكافحة الحرائق بألمانيا إن 37 شخصاً بينهم 10 أطفال أصيبوا في حريق اندلع في مركز للمهاجرين في مدينة بريمن شمال البلاد. متحدث باسم الشرطة ذكر أن الحريق بدأ في صندوق للقمامة في الطابق السفلي من المبنى الذي يضم أكثر من 100 مهاجر، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق. وشهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أعمال العنف التي ينفذها اليمين المتطرف بعد أكثر من 1 مليون مهاجر على البلاد خلال العامين الماضيين، وذلك وفقا للتقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية. أصيب 5 أشخاص على الأقل بحادث دهس وسط العاصمة الهولندية أمستردام قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية. الشرطة الهولندية ذكرت أن 2 من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما تم علاج 3 آخرين في موقع الحادث، مشيرة إلى اعتقال السائق.
وأوضحت الشرطة أن السائق كان متوقفا في مكان لا يسمح بالوقوف فيه وانطلق مسرعا بسيارته عندما اقتربت الشرطة منه ليصطدم بحائط بعد دهسه مجموعة من المشاة، وأن السيارة تم تفتيشها كما تم استجواب السائق. قال الحزب الديمقراطي الوحدوي في بريطانيا أنه لم يمنح المحافظين دعمه بعد، وأن المفاوضات حول تشكيل التحالف معهم لا تزال مستمرة. الحزب أضاف في بيان أن المفاوضات تجري حتى الآن في أجواء إيجابية، وأنها ستستمر الأسبوع المقبل للبحث في التفاصيل والتوصل إلى اتفاق حول تركيبة البرلمان الجديد. وكان مكتب رئاسة الوزراء أعلن في وقت سابق أن الحزب الديمقراطي الوحدوي وافق على مسودة اتفاق بشأن دعمه حكومة المحافظين، في حين قال مصدر إن خطأ تخلل نص البيان لدى نشر. فوز حزب ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في كامل الأقاليم الفرنسية لاختيار نواب الجمعية الوطنية التي تعتبر الغرفة السفلى لبرلمان البلاد من بين 7877 مرشحا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. رنا حيدر. رغم صعوبة التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية ولا سيما مع تنافس 7882 مرشحا في المجمل على مقاعد الجمعية الوطنية، يتوقع منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام حصول إيمانويل ماكرون على أغلبية تسمح له بإجراء الإصلاحات الموعودة في البلاد. استطلاعات للرأي تتوقع أن يتصدر حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أسسه ماكرون في نيسان عام 2016 هذه الانتخابات، وأن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط ب 30% من الأصوات في الجولة الأولى. كما بيّنت نتائج البحث الأولية أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20%، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبا نحو 17% من الأصوات ممن شملهم البحث. وكان مرشحو حزب ماكرون فازوا بعشرة من 11 دائرة انتخابية للمواطنين الفرنسيين المقيمين خارج البلاد، حيث جرى الاقتراع مبكرا في 3 و4 من حزيران الحالي. انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية يتم على أساس نظام الأكثرية في الدوائر الفردية، وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين 50% في الدورة الأولى يتأهل أول 2 تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12.5% من المسجلين حتى لو كانوا في المركز 3 أو 4، فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية. وفي هذه الدورة ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات أيا تكن نسبة المشاركة. انتخابات تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك على خلفية سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس في كانون الثاني عام 2015. قبل الختام تذكير بالعناوين. الإخبارية السورية تواكب لحظات وصول الجيش إلى الحدود العراقية ورفع العلم السوري عند الساتر الترابي. وثيقة تكشف تورط النظام القطري في إرسال الإرهابيين إلى سوريا والعراق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وتغلق أبواب الأقصى المبارك. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد، وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. غارات طائرات النظام السعودي تقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء في اليمن. والمعارضة التركية تطالب نظام أردوغان بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من البلاد.
هذه الساعة الإخبارية انتهت مشاهدينا، كل الشكر لكم أينما كنتم على طيب المتابعة، بأمان الله.